السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال لي نون فيمينا اون او، يعني بالصوت ديال اي. هذا راه الصوت، هذا كيتسمى اي، صوت اي. لي نون فيمينا اون اي هذا في الإملاء، مرجع ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي المستوى الخامس ابتدائي. سافوا اورتوغرافي، انك تعرف كيفاش تكتب الكلمات اللي كتكمل باكسون ولا باكسون او، الصوت ديالهم اللي كدير صوت اي. سكو جو سي، ما اعرفه. اك ترانسفورم كوم دون ليكزامبل، حول بحال في المثال. دي موغيست اريف سور سان، اردوها انا بغيت نحيد لو فيرب، اردوها لاريفي دو ليموغيست، وصول ديال الفكاهي. الفكاهي يصل الى الخشبه، وصول الفكاهي. هنا كنقلبوا على الاسم باش نشوفوا واش كيكمل او اكسون ولا او اكسون او. لا نوي طومب، لا طومبي دو لا نوي، الليل طاح، يعني نزول ديال الليل. لا طومبي دو لا نوي، كتلاحظوا او اكسون او. لو شيرشور بونس، الباحث يعتقد ولا يتامل. لا بونسي دو شيرشور، يعني التامل ديال الباحث. لي بري دي فروي فلامب، الاسعار ديال الفواكه تشتعل، يعني طلعت الثمن ديالها غلا. لا فلومبي دي بري دي فروي. هنا غندوزو جوبسيرف اي جو ديكوفر. شنو عندنا هنايا؟ عندنا هاد الامثله: اون فوزي، صاروخ، اون بوبي دوميا، اون كلي، ساروت، اون ايبي، مفتاح، اون ايبي، سيف، اون بواني، هو داك المزداج ديال الباب. هنا نشوفو الاسئله اللي عطينا. قال لك لي لو نون كوريسبوندون ا شاك ايماج، قالنا الكلمه اللي كتناسب كل صوره. كي سون، شنو هو الصوت؟ سون اونتون تو ا لا فان دو سي مو، شنو هو الصوت اللي كتسمع في الاخر؟ اون فوزي اي، اون بوبي اي، اون كلي اي، اون ايبي اي، اون بواني اي، كلهم فيهم الصوت اي. واضح؟ اذا كنسمعوا الصوت اي. كيل اي لو جونغ دو سي نون، شنو هو لو جونغ؟ راه فيمينان. كوش لا بون ريبونس، ديالنا الجواب الصحيح هو انه مؤنث. كومون سيكري لا سيلاب فينال دو سي مو، يعني المقطع الصوتي الاخير ديال هاد الكلمات، ها هما: فوزي زي، بوبي بي، بواني ها هو، او هاد اي بي كامله سيلاب وحده، وهاد كلي راها حتى هي كتكتب هكا كلي، هادو كل اللي فيهم مع سيلاب وحده ما نديرهمش. هنا كيلي لانتخي، شنو هو الكلمة الداخلية، الكلمة البرانية؟ كومون سيكري لو سون اي ا لا فان دو سو مو، شنو الكلمة الداخلية هي هادي؟ علاش برانية عليهم؟ لأنهم كلهم فيهم او اكسون او، إلا هادي فيها او اكسون وحدة. إذا الكلمة الداخلية هي كلي، الصوت اي ا لا فان سيكري اي، الصوت اي في الأخرين كاملة كيتكتب او اكسون او، ولكن في هاديك واحدة كيتكتب او اكسون فقط. هنا قال لك اوبسيرف لا فراس سويفونت، شوف الجمله التاليه: بار كيل سيلاب سو تيرمين لي مو اونغا، شنو هما الكلمات اللي شنو هو المقطع الصوتي اللي كتكمل به الكلمات اللي مكتوبين بالكحل غامق؟ هاد الكلمات اللي مكتوبين بالكحل غامق هما لا سيليبريتي ولا ليبرتي. اذا كتكمل هادي بالتي وهادي بالتي. اذا نقراوهم: لا سيليبريتي ماروكان، يعني المشاهير المغاربه، اون لا ليبرتي، عندهم الحريه de rentrer dans leur pays باش يرجعوا لبلادهم. كون ال لو سويت، في الوقت اللي بغاو. اذا قلنا باش كتكمل هذه بالتي وباش كتكمل هذه بالتي. دون دو نون فيمينان كي سي تيرمين بار تي، عطينا جوج كلمات مؤنثه كتكمل بالتي، لا بوتي مثلا ولا بونتي، يعني الجمال الظاهري وهنا الجمال الداخلي او الاخلاق او الظرافه او اللي بغيتو تسميوها. هنا ندوزو، هنا قلت جو كونستخوي لا غيك، ندير القاعدة. كومبليت لا ريغل افيك لي زينيمون سويفون، كمل القاعدة بهاد الكلمات: فيمينا تيرمينون او اكسون او نون. ياك لي نون فيمينا تيرميني اون او اكسون ولا اكسون او، اسم المؤنث اللي كتكمل باكسون ولا اكسون او. نقولو لا بليبار دي نون فيمينا، اغلبية ديال الكلمات المؤنثة، اسماء المؤنثة اللي كيكملو بالتي ولا تي، سيكريف سون او، كيتكتبو بلا او، مثلا بلا او ديك الثانية، مثلا لاميتيي، لا ليبرتي، لا بوتي، لا فولونتي، كيتكتبوا غير بوحده وبزاف منهم، باستثناء لا ديكتي، لا جوتي، لا مونتي، لا باتي، لا بورتي. انا دو نومبر نون فيمينان سي تيرمينون بار لو سون اي سيكريف اكسون او، علاش بحالاش؟ اكزومبل لا فالي، لا في، لا لي، اكسبسيون لا كني ولا كلي. شوفوا دابا التطبيقات الكتابيه الصفحه المواليه.
Je m'entraîne. تدرب دونك شاك فراز كومبليت شاك مو افيك لاكسون لا لاكسون او انا كملنا درت لكم التصحيح ديالها لي زونفون سون اون بون سونتي الاطفال راهم بصحه جيده جي اوفير لا مواتي دو مون غوتي ا مون امي عطيت النص ديال الغوتي ديالي ديال الكاسكروت ديالي لصديقتي لا غيني هي هادي لا غيني العنكبوت تيس سا توال دوسمون يعني تنسجو الشبكه ديالها ببطء L'enseignante a proposé une dictée aux élèves. L'oustada, l'mudarrisa, اقترحت واحد املاء على التلاميذ. Les passants circulent sur la chaussée. المرة كيتمشاو في الطريق. إذا نتوما لاحظتوا فوقاش كنديروا أو أكسون، فوقاش كنديروا أو أكسون أو. قال لك ريكري لي نون افيك أو أكسون أو أكسون أو بوي كلاس لي دون لو تابلو من بعد رتبهم في هذا الجدول. أون أكني هو حب الشباب. أو أكسون نديروا هنا. هنا هنا قال اكسون هنا اكسون لا شوسي يعني الطريق هي هنا لاميتي الصداقة هنا لا ديكتي الاملاء هنا لا بونتي الطيبوبة هنا لا بونسي التفكير او الاعتقاد هنا ليتيليتي المنفعة هنا اون جورني هنا اليوم جو ميفالي اقوم نفسي نقول كومبليت افيك لو اكسون لو اكسون او كمل بهادي ولا بهادي لاكتيفيتي سبورتيف اي امبورطونت بور لا سونتي النشاط الرياضي هو مهم للصحه ديالنا لا ماجوريتي الاغلبيه ديال التلاميذ اون بيان بروفيتي دو لا روندوني راهم استفدوا مزيان من هاد الجوله المساريه الى ريزيرفي اون نويتي هو حجز واحد الليله في واحد الفندق يقع في الوادي فندق يقع في الوادي au cours de la journée خلال اليوم on s'est promené sur la jetée انا تسارينا فوق الرصيف فوق الرصيف ياك دون لو نون فيمينان كي كوريسبون ا شاك فيرب عطينا الاسم المؤنث اللي كيناسب كل فعل مونتي صعد الصعود لا مونتي بونسي فكر التفكير لا بونسي والاعتقاد الاعتقاد اريفي وصل الوصول اريفي ديكتي املا لا ديكتي الاملاء اونتري دخل الدخول لونتري هنا قال لك تروف دو نون فيمينان ولقى لينا جوج كلمات مؤنثه اللي كتكمل بو اكسون وجوج كيكملوا بو اكسون او لا ليبرتي لا سونتي بالنسبه لو اكسون لارينيي لا ديكتي بالنسبه لو اكسون او Dans la dictée, quel que j'écoute et j'écris, est-ce que c'est un sur mon cahier. Je vais vous dire ce que me dicte l'action qui me l'a dit. L'équipe est liée au stade de mon professeur. Voilà, je vais vous dire que je vais vous dire que les noms féminins ont E accent ou le E accent E et le E. Une fois la dictée, je vais vous dire que c'est un stade. كتلاحظ فيه دوك الكلمات اللي فيهم اكسون او والكلمات اللي فيهم اكسون بوحدها باش نشوف واش فهمتوا الدرس ولا لا سي لا رونتري سكولار انه الدخول المدرسي بور سيت بروميير جورني لهذا اليوم الاول لي زونفون براتيك الاطفال كيمارسوا اون اكتيفيتي سبورتيف واحد النشاط رياضي لا ماجوريتي يعني الاغلبيه لا ماجوريتي لي زونفون الاغلبيه ديال الاطفال سولي دانيتي كتربطهم رباط الصداقه بيناتهم وهكا كملنا الدرس ديالنا ديال الاملاء الى اللقاء